بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم أحمد سلامة. هنكمل مع بعض سلسلة عمليات من قلب الشبكات. خلصنا حاجة اسمها البوينت تو بوينت توبولوجي، وعرفنا إن هي الارتباط ببساطة من نقطة لنقطة، ودي بتستخدم في شبكات الوان، الشبكات البعيدة. هنتكلم النهاردة عن حاجة اسمها الهاب أند سبوك توبولوجي. الهاب أند سبوك اللي هو الوحدة الرئيسية، والسبوكس اللي هم المتحدثون يا جماعة كانوا بيطلقوا عليها بوينت تو مالتي بوينت في بعض المناهج. يبقى إذا سواء سمعت بوينت ومالتي بوينت او هاب اند سبوك هي نفس المعنى او نفس التوبولوجي في الشبكات. وايضا الهاب اند سبوك بتعتبر وايد اريا نتورك توبولوجي، يعني نتورك او شكل نتورك بيستخدم في الشبكات البعيده. اغلب استخدامات الشكل ده بيكون برضو في احد السوليوشن كده في الوان، بيسمى الفريم ريلي. الفريم ريلي هنتكلم عنه ان شاء الله بالتفصيل، بل وهنعمل الكونفيجريشن بتاعه ان شاء الله في السلسله ديت لما نخش في الانفراستراكشر. بكل بساطه هو هنا عايز يقول لك ايه، ان انت عندك فرع في كايرو، وده فرع منصوره. احنا كنا وقفنا عند فرع كايرو والمنصوره، يبقى من هنا لهنا دي بوينت تو بوينت، صح؟ طيب ظهر عندي فرع في طنطا، وظهر عندي مثلا فرع في السويس. كل فرع من دول بيحتاج ان هو يكلم الفرع الرئيسي. يعني هنعتبر مثلا ان ده فرع بنك مصر اللي موجود في القاهرة، ودي فروع بنك مصر اللي في المحافظات. فهنعتبر ان الداتا سنتر او كل الداتا بتصب هنا في فرع القاهرة شباب. فطالما كل الداتا هتصب في فرع القاهرة، انا محتاج اربط كل الفروع بفرع القاهرة ده. فعندنا توبولوجي مشهوره قوي اسمها هاب اند سبوك او بوينت تو مالتي بوينت. قال لك عن طريق الانترنت سيرفيس بروفايدر الاي اس بي، والمصطلح ده انا عايزك تركز عليه عشان تسمعه كتير. اي اس بي انترنت سيرفيس بروفايدر، اللي هي شركه زي مثلا تي اي داتا، شركه دي لينك، اورنج، اي شركه بتقدم لي خدمه الانترنت بتسمى الاي اس بي، هي اللي بتقوم لي بالقصه دي عن طريق مثلا تكنولوجي زي الفريم ريلي واذر تكنولوجيز، ولكن الاشهر هي الفريم ريلي. ان هو هنا بيحط لي حاجه زي سويتش بيسمى فريم ريلي سويتش، هو بيبقى راوتر وبيحول لسويتش. والفريم ريلي سويتش ده بيعمل لي فيرتشوال سيركت، او بيعمل لي مسار من فرع القاهره لفرع المنصوره، وبيعمل لي مسار من فرع القاهره لفرع طنطا، ومن فرع القاهره لفرع السويس. فبالتالي كل الفروع اصبحت شايفه بعض عن طريق الهب، عن طريق الراجل الاساسي او الفرع الاساسي اللي هو كايرو. يعني فرع المنصوره لما يجي يحب يكلم فرع طنطا، هيروح يعدي على فرع القاهره، ثم بعد ذلك فرع القاهره يوديه لطنطا، وما الى ذلك. فرع السويس عايز يكلم المنصوره، هيروح يعدي على فرع القاهره، ثم بعد ذلك يعدي على فرع المنصوره. طبعا يا شباب شبكة ممتازة وكل حاجة، وسوليوشن رائع ان احنا نقدر نربط بيه فروع الشركة بتاعتنا ببعض، ولكن ما نقدرش نقول ان هو سوليوشن بنكي. البنك هيستخدم، ممكن يستخدم شكل تاني من الشبكات بيكون اقوى واسرع، وبيكون الهاي افيلابيلتي فيه عالي. هنتكلم عنه ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.